عيد وتحية لكل المستمعين. معنا في الفقرة ديال الطبخ للا بشرى مختصة في الطبخ اللي غادي نشوفوا معها شي وصفة هالصباح. للا بشرى السلام عليكم. صباح النور. كده عفيفة صباحكم مبروك. الله يبارك فيك. كده لا بس لا لا يختك ربي يخليك. كلشي بخير الحمد لله. إذن شو كتقترحي لنا الصباح للا بشرى؟ اليوم غنعطيكم شي وصفة ديال التغليقة. نعم. يعني بادي الناس مابقاش يديروا داك اللحم مخضر بالبرقوق شويه ولا دي كوتي كيبغي الواحد ينوع في الاطباق. نعم. اللي ما غنعطيكم انا لا والطنجيه بمذاق ديال الشوا. طنجيه بمذاق ديال الشوا. نعم. ما يكون في الطنجيه وخفيفه حتى ديك الصلصه كتشربيها بالمعلقه ما ديري كاع الخبز. بلا ما نعطي المقادير ديال الدفا غنعطي المقادير ديال كيلو باش اللي يديروها حتى لدارهم. نعم. نديروا كيلو ديال اللحم من الاحسن يكون الملج. يا ريت يكون داك البصل ديال الملج ديال اللحم. نعم. لان كلها غنيه بالجيلاتين وكتعطينا نوع التعليكه وعاد الصلصه زوينه. نعم. غادي نشدو نديرو الضامه ديال الزعفران ديك شعره ديك الضامه ديال الزعفران. نعم. غادي نديرو واحد 100 غرام ديال الزبده طريه. نعم. غمولي. اسمح لي لا بشرى الزبده ديال العبار. ديال ممتازه ما نديروش الزبده نباتيه. نعم. راس المعلقه ديال القزبر. نعم. وراس المعلقه ديال الكمون مطحون. قزبر حبوب. قزبر حبوب مطحون. نعم. والراس ديال المعلقه ديال الكمون تاهي مطحونه. نعم. الضامه ديال الزعفران حتى الجوج نديروهم تاهما نفرتوهم. نعم. كلشي نديرو على ديك الزبده ما نديروش الملح هنا. نعم. كلشي غادي نمعكم مع الزبده اللي عندنا بوماده غادي نديرو معاها واحد القياس واحد ربع واحد ربع شويه كاس ديال الماء باش نخلطو ديك الزبده. نعم. ونمرمدو في هذاك اللحم ونخليه تنسمعوا الصوت. هذه هي لافونتاج ديال الاولى نسمعوا الصوت ديال اللحم في داك الكوكوت ديك العافيه مجهده. نعم. فوالا هنا غادي نزيد داك الشرمول اللي بقى لينا في البانيو غادي نزيد ندير عليه واحد نص كاس اخر ديال الماء ما نخليش داك الشرموله ضايعه في البانيو. نعم. نخوي على اللحم ونجهد البوطه لمده واحد 3 دقائق 4 دقائق حتى كيغلى داك اللحم مزيان. نعم. ملي كيغلى هنا الاخت عفيفه يعني بحال عطينا قياس كاس صغير ديال الماء. نعم. غادي نقصوا البوطه غادي نقتلوها على الهواء ديالها. نعم. وغادي نبقاو نقليو في داك اللحم نديو مره مره كل 2 دقائق 3 دقائق نحل الكوكوت ونبقى نقلب داك اللحم نقليو في داك الكاس الصغير ديال الماء. نعم. يعني هذاك الكاس ديال الماء غادي نقول لك غادي يمشي لك حتى ساعه الا ربع. نعم. ما غتخافي ما غتحري لك ما حتى شي حاجه هذه هي لا تكنيك ديالها. نعم. لان اللحم كيطلق الماء وعندنا الماء وكل شيء غادي نبقاو نقليو حتى نحسو بداك اللحم كله تحمر من الجهتين بجوج وما بقاش عندنا حس الماء. ملي كنطلعو على القاع ديال الطنجره كنطلعو بان سقط لينا واحد التعسيله قهويه بحال لون ديال الكراميل. نعم. غيولي عندنا اللون بغيني ردي البال. نعم. وغتربى واحد الكوشه بيضاء على الـ على الـ على المرق وغادي نشوفوا بان اللحم نشف بتاتا من المرقه هي اللي هنا نزيد نبلل عادي بحال كنطيب الماء بحال كنطيب اللحم. نعم. ولكن بين قوسين ديك لا بيريود ديال 45 دقيقه خاص يعرفوا المستمعات بان راه اللحم دخل فيه النص ديال الطياب. نعم. ما غاديش يطيب بزاف من بعد. فوالا. نعم. لان ديك فين كاينه الخدمه لا تكنيك لا كويسون الاولى. نعم. باش نحصلوا على ديك اللون كاراميليزي ماشي كاراميليزي بسكر هو بدون سكر ولكن عطينا اللون بحال اللون ديال الكراميل. نعم. نديروها في الميديوم عادي تيطيب اللحم ملي كنشوفوا اللحم راه طابينا دخل فيه الطياب راه بحال دخلتيه الفران وحمرتيه. نعم. كيطيب لك محمر من جهات بجوج وكتحصلي على واحد الصلصه اللي هي خفيفه. نعم. وكنقدموه فوق الطبق ديال الانوكس نفرش بالورق ديال الخس او لا ما بغاتش دير الخس تفيعه بها كبعده ونزوقوا بالبيض ديال السمان نديروا لي كوردون نزوقوهم بزيتونه وكشيره وفرماج نحطوهم تا هما على البيض وكيجينا واحد الطبق راه رائع بلا ما تسد عليها كاع احسن تخلعيها كتبقى تقلب نعطيك ما بين كان عندنا كيلو غادي يمشي تقيف ديك ساعتين ديال الطياب كوك ساعه ونص. نعم. فهمتي؟ نعم وهادشي خصو الوقت. نعم كيطيب في الوقت راه كيجي كي الزبده. نعم. والملاحظه كتلاحظي بان اللحم كيتحليك وملي كتاكلي كتشمي ريحه الشوا واللحم واكيد بان ما درناش الملحه لكن انت لاحظتي. نعم. هنا الملحه حتى لاخر لحظه ذوق السيده لا هي انها خاصه شويه تزيد قريصه فقط ما كاينلاش تخليه بمذاق بالطيبه ديال الشوا. نعم تبارك الله عليك باين هاد الطاجن غيجي لا رائع ما نقولكش راه عاد صوبتوني والبارح شي كليون راه زعما جاو بروسهم شكروني رائع يعني واحد تيبدل داك البرقوق داك يعني نعم. ما شاء الله الواحد تينوع شويه. نعم نعطيكم شي نصيحه لا شي نصيحه اللي كان ممكن تعود معنا غير المقادير لا بشرى غير المقادير. نعم. كيلو ديال اللحم. نعم. نديرو جوج ضامات ديال الزعفران شعره.
نعم 100 غرام ديال الزبده غامولي نعم الراس المعلقه ديال القزبر مطحون والراس المعلقه ديال الكامون مطحون نعم وندير قدر السيده كاع تزيد واحد رشه ديال التحميره فقط عيب باش يعطينا واحد اللون اللي هو غادي الغوزي ما ديرش التحميره بزاف نعم خلي مقوام وما خفافين انا ما كتهز لا عطريه لا والو خفافين نعم ما فيها لا بصله نعم. ما فيها حتى شي حاجه قلت لك مذاق ديال الشوا نعم تبارك الله عليك راه بحال حطيتي الضيف تياكل تيقول لك واش هذا الشوا ولا اشنا هو تنقول غادي راه طنجيه بمذاق ديال الشوا كيرجع نعم. الطبسين خاوي نعم تبارك الله عليك الله بشرى لا اختك الحبيبه لاله واش عندك نصيحه عندي نصيحة صراحة يا ريت المستمعات لو كان على الاستماع وكان تذكر بالخصوص الحلويات وحتى هما لي باتيسري لا كان الاستماع راه واحد تيست جربتها في البياض ديال البيض نعم الناس كلهم تشكاو دواو معايا قال لك الاخت بشرى البياض ديال البيض كيطلق لينا الماء ملي كنبغيو نلصقوا كنطلعوا موغان كنبغيو نلصقوا وحده مع وحده او لا خلينا عير ربع ساعه راه كيطلق لينا الماء ما كيبقاش عندنا ايجيال نعم عندنا البياض ديال البيض ملي كنبغيو نطربوا موغان خاص يكون بعدا من غير يكون انه جديد نعم. ملي كنفرقوا البياض ديال البيض على الصفر كنخليوه خارج على الثلاجه ونديروا فيه واحد الجبانيه ومغطي وكنخليوه لي جو امبير يعني سواء نخدموا نهار 3 ايام ولا نهار 5 ايام نهار 7 ايام او نهار 9 ايام نعم نخليوه 3 ايام بلا ثلاجه مغطي بلا ثلاجه علاش انا غادي نقول لك علاش نعم. لان البيض ملي تيكون باقي عندنا جديد وكنخدموا موغانك عادي كيتسمى موغانك فرونسيز نعم كيحتوي على الماء 90% نعم عقلي على هذه الملاحظة بأن البياض ديال البيض راه كيحتوي على 90% من الماء نعم لا كان طري وخدمناه ديك الساعة سيغ بلاص مع العلم لا خدمناه في ديك لي جوغ امبيغ يعني ديك الأيام الفردية كيتنقص 50% ديال الماء نعم ما كيبقاش فيه الماء بزاف 90% كيولي عندنا غير 45% نعم وملي كنطلعوا كنخدموا اي طارت ولا اي حلوه في ليموغان كيجي عندنا عاقد وناشف يخدموه ولافونتاج فيه ان لا خدمناه في لي ماكارون كيجي سوبر نعم. كيجي معلك من الداخل كيجي معلك وناشف من الداخل كيجي موي نعم وكيجي كروسيونط من الفوق نعم. وكيجي بانه كتاكلي حلوه معلكه كتجبدي انت كتاكليها تعليكه نعم. ما كيبقاش الماء وما كيتفتت ليناش يعني هذه نصيحه واكتشفتها والحمد لله راه قلتها جميع المستمعات يا ريت الحلويات يكونوا في استماع ويستافدوا من هذه التجربه ديال البياض ديال البيض تبارك الله عليك الله بشرى الله يبارك فيك يا لاله حفيصه اذا